مساكم الله بالخير متابعينا. حاليا احنا متواجدين في اكبر رابع مشغل سينما في العالم، سيني بوليس في البحرين في مجمع الاتريوم بمنطقة سار. عندهم منطقة الايس كريم، عندهم منطقة الكريب، وعندهم شيف خاص بعد حق السينما. حجم الشاشة عودة. آخر دلع صراحة، السينما فيها شيف خاص وحتى الكراسي ترجع تتمدد، تقدر تمدد ريولك. يا السلام يا السلام. تجربة فعالية حلوة في سينما سيني بوليس، الكراسي تهتز والمؤثرات تجيك في وجهك. هذه الكراسي اللي بريميوم واللي في الوسط الفي اي بي، مثل ما احنا نشوف فيها الليتات والطاولة بشكل وايد حلو ومرتب، والصفة الأخيرة اللي هي ديلوكس. هذه السينما الجونيور حق اليهال، أحب ندش وياكم. هذه واحدة من الألعاب اللي موجودة حق اليهال في السينما، وهذه لقطة ثانية حق السينما طبعا وراي الشاشة. الكراسي المريحة اللي داخلها حبوب الاسفنج، ومثل ما نشوف في ألعاب، فأثناء مشاهدتهم حق الفيلم يقدرون يلعبون بكل أريحية. هذه أول صالة سينما للأطفال، منطقة لعب خاصة للأطفال مثل ما نشوف إحنا. كل شيء صراحة من هني المدخل حق اليهال، وينزلون بالزحلاقة لين عند شاشة السينما.